السلام عليكم يعطيك العافيه للجميع شفنا المحاضره الماضيه بلشنا في شابتر 14 والجزء الاخير من الماده وهي عمليه تقييمنا للديزاين الداتابيز هل هو صحيح هذا الديزاين ام خاطئ هل هذا الديزاين ممكن انه يولد لي داتابيز خالي من الاخطاء وعرفنا اخطاء الداتابيز وهي كثره النل وكثره الريدندنسي وقلنا لابد انه تصميمنا نبعد عن الردندنسي ونبعد عن النل وحكينا كيف المشاكل بتتم من وراء الردندنسي من وراء النل بعد هيك حكينا مجموعة مصطلحات راح تفيدنا في عملية النورماليزيشن المصطلح الأول الفانكشن ديبندنسي المصطلح الثاني الأف كلوجر وشفنا كيفية إيجاد مجموعة الفانكشن ديبندنسي لتيبل معين وقلنا كل تيبل في هناك مجموعه من الفانكشن ديبندنسي او اعتماديه ما بين الاتريبيوت مع بعض اوكي وقلنا في هناك طرق لايجاد الفانكشن ديبندنسيز اهم هاي الطرق هي كالاتي واحد أه نحكي هون فيها عن نظريه عامه بتحكي لنا انه كل Uh, primary key كل كانديديت كي كل سوبر كي بيعمل امبلايز uh, لاي attribute او مجموعه تربيت من التيبل الاخر القاعده uh, الثانيه بتحكي لك على الاسيرشن هي تتبع عمليه ال uh, تتبع عمليه انه المنطق او النسق الماشي عليه بيانات الداتابيز وكنا نستنتج بعض الفانكشن ديبندنسي منها لكن هذول الاثنين يعني يفتقروا الى uh, الى ايجاد فانكشن ديبندنسي يعني اذا هناك كان في مثال يفتقر الى معلومات وكنا نستخدم الطريقه الثالثه اللي هي التجريب اللي هي التجريب كيف انا قاعد بفترض هناك مجموعه من الفانكشن ديبندنسز وبحاول افنل انه هل هذا فانكشن ديبندنسي صحيح ام لا الطريقه الرابعه لايجاد الفانكشن ديبندنسز هي الانفرنس رول او قواعد الاستنباط والاشتقاق وهذول القواعد وهذول الاشتقاق من جايين او منبثقين من الرياضيات فانا راح استخدمهم في عمليه ايش؟ في عمليه استنباط قواعد الاربعه او خلينا نحكي قواعد السته لاستخراج الفانكشن ديبندنسز طيب الان راح نحكي مع بعض شو هاي القواعد السته للاستنباط ونذكر امثله عليها، القاعده الاولى شيء اسمها قاعده الفلكسف رول، شو بتحكي لك هون؟ قاعده المنعكس وهون بتقول لك اذا كان في عنا x و y هم أتريبيوت داخل تيبل واحد داخل تيبل الواحد فممكن واذا كان x هو ينتمي الى y صح؟ ف فهون نقدر نحكي او عفوا واي تنتمي الى اكس فهون انا بقدر احكي بانه اكس امبلايز واي او واي تعتمد على اكس فيعني بالعربي وكاني انا بحكي لك دائما وابدا الكل امبلايز الجزء او الجزء يعتمد على الكل اكيد لو لقينا في هناك جزء فانه يعتمد على الكل فلاحظ هون انا مثال قال بي نمبر اس نمبر الكواليتي هذول الثلاث مالهم كل منهم يعتمدوا على او بيعملوا امبلايز للجزء بيعملوا امبلايز للجزء او انه الكواليتي يعتمد على البي نمبر والاس نمبر الكواليتي لانه هو جزء من كل واكيد طبيعه الحال انه الاتريبيوت امبلايز نفسه مثلا لو قلت لك اسمك احمد شو اسمك؟ تقول لي احمد صح؟ رقمك الوطني واحد اثنين ثلاثة أربعة شو رقمك الوطني بتقول واحد اثنين ثلاثة أربعة دائما أبدا في قاعدة بتقول لك إنه بيعتمد على نفسه أو الأتربيت ما من إمبلايز لنفسه صح فبالتالي هاي قاعدة رول من خلالها ممكن استنتج العديد العديد من الفانكشن ديبندنسز فمثلا ممكن ايش اعممها اقول لك النيم امبلايز النيم لاحظ كان يعني جديد ممكن اقول لك انه الاس اس ان والنيم بيعمل امبلايز للنيم كمان صحيح ممكن اقول لك السالري فاصل البونص بيعمل امبلايز للبونص كمان صحيح فلاحظ هون انه دائما علامة نمط انه كل امبلايز الجزء بتكون صحيحه فلاحظ انه الاف كلوجر هون زي ما اثبتنا المره الماضيه انه كبير اوكي ويعني ما بقدر اني احصر الفانكشن ديبندنسز ليش؟ أنا يعني هي ممكن أنا أوجدها بكميات كبيرة أوجدها بكميات كبيرة فعشان هيك أنا بدنا ندور على على نمط الكل والجزء وهيك نقدر إنه إحنا نحصر الفانكشن ديبندنسي نقدر نحصر الفانكشن ديبندنسي وضحت الفكرة الآلية إحنا متبين عليها ف نتذكر دائما انه الاف كلوجر بتكون عدد قيمتها كبيره جدا ومستحيل انها تصل لعدد محدود. طيب لوجمنتيشن رول، لوجمنتيشن رول شو بتحكي لك؟ بتحكي لك انه اذا اوجدنا داخل التيبل هناك اكس واي داخل تابل واحد اوكي فممكن انا من المعطيات كمان حكيت لك انه اكس امبلايز واي فممكن تستنتج انت هناك ديبندنس uh, جديده باضافه تربية نفسك على الطرفين لاحظ انا ضفت الزد على الطرف الشمال وضفت الزد على الطرف اليمين فيتولد عندي ديبندنس جديده اللي هي اكس زد امبلايز واي زد فمثلا لو انا جيت اعطيتك بالسؤال اس اس ان امبلايز الادرس فانت تضيف النيم على الطرفين بتولد عنا ايش؟ الاس اس ان فاصل النيم امبلايز الادرس فاصل النيم فلاحظ اذا إن انت الاتريبيوت يعني مثلا انا اعطيتك بالسؤال ديبندنسي فممكن تستنتج منه تستنبط منه dependencies اخرى باضافه اتريبيوت uh, واحد على الطرفين او مجموعه اتريبيوت نفسها على الطرفين فممكن انا استنتج اس اس ان فاصل البونص امبلايز الادرس فاصل البونس لاحظ قديش الديبندنسز كثيره ممكن اني انا استنبطها واستخرجها من التيبل نفسه طيب القاعده رقم ثلاث اللي هي Transitive رول شو بتقول لك الترانزيتيف رول تحكي كالاتي لو كان عندنا اكس وواي وزد هم اتريبيوت موجوده داخل التيبل اوكي ومن المعطيات السؤال حكيت لك x implies y و y implies x z عفوا فهون شو بتستنتج تستنتج بما انه x implies y و y implies z نستنتج انه x implies z x implies z فمثلا لو قلت لك من معطيات هذا اللون الازرق هي معطيات السؤال معطيك اياها انا بالسؤال فتقول لي هون ال s s n implies a d number و d number implies a d name صح؟ ال s s n implies a d number و d number implies a d name فممكن انك انت تقول لي شو ال s s n implies a d name بما انه الدي نمبر يعتمد على أس اس ان والدي نمبر بيعمل امبلايز للدي فاكيد الاس اس ان بيعمل امبلايز للدي نيم اس اس ان بيعمل امبلايز لمين؟ للدي نيم وضحت الفكره؟ طيب فلاحظ اذا انا اعطيتك سؤال بالامتحان بالشكل التالي فممكن انك تستخرج منه من خلال علاقه التعدي التالي اس اس ان امبلايز الدي طيب بديكم كومبوزيشن رول بديكم كومبوزيشن رول بتقول لك شو هون انك تحلل انت يعني انا على سبيل المثال لو كانت عندي من معطيات السؤال x implies y زد صح انا ما اعطيك من مثلا بس بالامتحان السؤال التالي x implies y زد ماشي ما اعطيك اياها سؤال بالامتحان فبالتالي x implies y و x implies z لاحظ <سؤال> انا عملت تحليل ديكومبوزيشن الاكس امبلايز واي واكس امبلايز زد اكس امبلايز واي واكس امبلايز زد فلاحظ من هاي من 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 الديبندنسي الواحد اوجد تو ديبندنسيز وهكذا بقيه ايش الامثله فمثلا انا ممكن بالسؤال اعطيك المثال التالي اس اس ان امبلايز الاي نيم البي ديت الادرس الدي نمبر اوكي واحكي لك اوجد بقيه الفانكشن ديبندنسز فانت بتحكي انه حسب قاعده الديكومبوزيشن رول ممكن احلل هذا الديبندنس لاكثر من جزء فبصير عندنا الاس اس ان بلايز الاي نيم لحالها الاس اس ان بلايز البي ديت الاس اس ان بلايز الادرس الاس اس ان بلايز الدي نمبر فمن خلال ديبندنس واحد اوجدت اربعه ديبندنسز اوجدت اربعه ديبندنسز فهي فكره الديكومبوزيشن رول ولاحظ ان لحد الان صار عندنا أربع قواعد استنباط للـ وهي تحكي لنا إنه الـ مالهم الـ عددهم أعدادهم كبيرة يعني من الصعب إنك أنت تحصرهم في مكان واحد طيب قاعدة رقم خمسة شو بتقول لك؟ اليونيون رول أو الـ Additive Rule وهاي شو بتقول لك؟ يعني عكس الـ يعني لو لقيت أنت Dependencies مشتركة في شمال في, في الشمال العنصر الشمال بإمكانك تجمعهم مع بعض في اليمين فلاحظ هون x implies y و x implies z وممكن أنا استنتج واحدة جديدة بأنه x implies y و مع بعض يعني لو أخذنا f equal اس اس ان implies the name اس ان لاحظ e name implies الـ. الأول اس اس ان implies the e name و SSN implies the date فهذول ممكن انا اجمعهم اعمل additive رول استخدام additive رول اجمعهم بالاساس انا بلايز ال enum وال فانتجت هون انتجت شو؟ ديمندنس جديد ديمندنس جديد فلاحظ كيف احنا طرق لايجاد الديمندنسز الموجوده عندنا كيف الطرق اللي ممكن من خلالها اجد الديمندنسز المطلوبه مني. وضحت الفكره؟ الان نيجي على القاعده الاخيره واللي هي قاعده السيدو ترانزيتف رول هون شو بتقول لك هاي السيدو ترانزيتف رول تحكي لك انه آه اذا كان اكس امبلايز واي و دبليو واي امبلايز زد بما انه الواي يعتمد على اكس فانا ممكن استبدل الواي هون ممكن استبدل الواي هون باكس فيتولد عندي ديبندنس جديد وصير عندنا دبليو اكس امبلايز زد أعطيك مثال، من المعطيات السؤال أنا أعطيتك SSN implies the student number وفي عنا dependency الثاني اللي هو major student number implies the بتحكي هون بما أنه student number يعتمد على SSN فإذاً ممكن أن أستنتج واحد جديد بأنه major وال-SSN implies the الميجر major وال-SSN ماله implies the name بدنا ننتبه على هاي النقطة أوجدنا dependency جديد فهيك ممكن يجيك اسئله من السؤال اعطيك معطى معطيات وانت اعتمادا على القواعد السته هذول تستنبط ديبندنسي او مجموعه ديبندنسيز اخرى فلازم تكون عارف ست قواعد لاستنباط لا الديبندنسيز فبتلاحظوا هون في عندنا اربع طرق رئيسيه لايجاد الفانكشن ديبندنسيز وهي الاربع قواعد متشعبه وكبيره وممكن تطلع لي اعداد كبيره من مين؟ اعداد كبيره من الديبندنسيز أعداد كبيرة من الـ Dependencies، فعشان هيك دائما الـ كلوجر ماله؟ الـ كلوجر بكون آه... إيه ما لا نهايه يعني مش راح يكون واحد واثنين فقط. طيب. <applause> هيك بكون خلصنا من الـ Function Dependencies، أوكي. آه... الآن ننتقل لمصطلح جديد واللي هو الـ Closure of هذا مصطلح مهم عنا بشكل كبير. لاحظ احنا كنا زمان نستعين نحكي لايجاد الفانكشن ديبندنسز اوكي كنت استعين بالبرايمري كي لاوجد الفانكشن ديبندنسز صح بالقاعده النظريه الاولى اللي كانت تحكي انه البرايمري كي بيعمل امبلايز لاي اتريبيوت اخر او مجموعه اتريبيوت اخرى داخل التيبل الان بدي استفيد من العكس شو كيف يعني راح استفيد من الفانكشن ديبندنسز لايجاد البرايمري كي لاحظ كيف راح تصير العمليه العكس تماما اوكي فالسؤال راح يعطيني مجموعه ديبندنسز واتاكد هل البرايمري كيل انا اخترته بالديزاين صح ولا لا لانه بتتذكروا مرحله الفيز الاولى راح يطلع من الريليشنال داتا موديل ومجموعه تيبل كل تيبل فيه اختيار ل برايمري طب هل اختياري للبرايمري كي صح ولا لا هون كمان بدنا نعمل تشيك عليه صح لا مش بدي اعرف لانه بيفرق مع كثير اختياري للبرايمري كي، فهل اختياري لهذا البرايمري كي صح ولا لا؟ اوكي، فكيف بتاتى بتاتى من النظريه اللي راح نحكي عنها حاليا، اللي هي نستفيد من الفانكشن ديبندنسز، لمعرفه ايش؟ لمعرفه هل اختياري لهذا البرايمري كي صح ولا لا؟ كيف؟ انتبهوا علي، الفكره بسيطه هو استخدام الكلوجر اوف مصطلح جديد الكلوجر اوف شو هذا الكلوجر الكلوجر بقول لك مثلا اكس كلوجر كمان برمز له بالاكس وايش علامه البلس فوق يعني انا بدي الكلوجر لاتريبيوت معين مثلا اس اس ان كلوجر كيف بكتبه الاس اس ان وفوق بلس طيب شو يعني هذا يعني بدي مجموعه الاتريبيوت التي تعتمد على اكس اذا اكس كلوجر يعني هي مجموعه الاتريبيوت الموجوده داخل التيبل التي تعتمد على اكس طيب قلت لك اساس ان كلوجر شو يعني بدي مجموعه الاتريبيوت الموجوده داخل التيبل التي تعتمد على اساسا التي تعتمد على اساسا وضحت الفكره اذا مجموعه الاتريبيوت التي تعتمد على اساسا طيب ها شو بستفيد منه زي قبل شوي حكيت لك بستفيد منه هو كالاتي انه انا اعرف انه هذا هو برايمري كي ولا لا لانه لو لقيت الكلوجر اتريبيوت ال معين كل الاتريبيوت التابل معناته انه كل الاتريبيوت تعتمد على هذا الاتريبيوت صح شو يعني نرجع لفكره البرايمري كي اذا كل الاتريبيوت تعتمد على اتريبيوت اكس معناته اكس هو برايمري كي او كانديديت كيب وهذا اللي راح استند عليه الان حاليا فان الكلوجر اوف اتريبيوت مهم كثير لانه هو بيعمل تشيك على مين على البرايمري كي انت شاك انه هذا التيبل بالبرايمري كي تبعه خذ هذا البرايمري كي طلع الكلوجر اله اذا طلعت الكلوجر اله لقيت كل اتريبيوت التيبل معناته اختياري صحيح لكن لو طلعت الكلوجر اله واكتشفت انه مش كل الاتريبيوت تعتمد عليه معناته هو ليس برايمري كي صح ببساطه هاي ببساطه ما هيك تعريف البرايمري كي انه كل الاتريبيوت تعتمد عليه فتطلع الكلوجر له. صح اذا كل الاتريبيوت معناته برايمري كي او كانديديت كي لو مش كل الاتريبيوت معناه هو مش كانديديت كي ببساطه الفكره اللي احنا موجودين فيها وضحت الفكره الان السؤال كيفيه ايجاد الكلوجر انا كيف بدي اوجد الكلوجر يعني انا مثلا قلت لك اساسا الكلوجر كيف بدي اوجده بوجده كالاتي باستخدام الالغوريثم التاليه انتبه على هاي الالغوريثم هاي الالغوريثم مهمة كثير لايجاد الكلوجر لمين لايجاد الكلوجر ل uh, الاتريبيوتس هاي فيها انبوت واوتبوت شو الانبوت لازم انا اكون معطيك السكيما للتيبل الدرجه الاولى ومعطيك الديبندنسز لهاي له, او مجموعه ديبندنسز لهاي التابل اوكي okay. هاي الانبوت لهي الالجوريثم طب شو الاوتبوت بيطلع الكلوجر اللي انت بدك اياه اوكي فاذا انا قلت لك مثلا طلع لي الكلوجر اس ان لازم اكون معطيك الاسكيما ومعطيك شو مجموعه ديبندنسز حتى تقدر تطبق هاي الالجوريثم اوكي okay. طبق هاي الالجوريثم طلع لك مين الاس اس ان كلوجر على سبيل المثال شو هي الاتربت اللي بتعتمد على اكس او تعتمد على اس اس ان وضحت الفكره طيب الآن الألغوريثم ما بدي أقرأ لك إياها قراءة لأنك ما راح تفهمها، يعني خلينا نفهمها ونقرأها ونتبعها من خلال مثال، فانتبه وركز معي لأنه صعب تفهمها لحالك. بدك تركز معي حتى نقدر نتبع عليها في المثال التالي لتوضيح الفكرة. طيب هاي المثال، مثال شو؟ أعطيتك السكيما زي ما اتفقنا، وأعطيتك مجموعة ديميندنسيز. ماشي؟ اذا سكيما الريليشن ومجموعه ديبندنسيز شو مطلوب مني اطلع الكلوجر للاي جي اطلع الكلوجر للاي جي. يعني بمعنى اخر انا بهذا التيبل حكيت البرايمري كي هو الاي جي كزوج اي جي يعني اس اس ان فاصل النيم على سبيل المثال هو زوج من الاتريبيوت الان انا بدي ايش اعمل اعمل تشيك هل هو برايمري كي ولا لا فقلت خليني اوجد الكلوجر له اذا لقيت كل الاتريبيوت التيبل تعتمد على اي جي فهو برايمري كي وضحت الفكره؟ هذا اللي بدي اعمله هم. طيب اذا انا المطلوب مني اطلع الاي جي كلوجر الكلوجر للزوج من الاتريبيوت الاي والجي هذا اللي بدي اعمله هاي المطلوب مني هذا طيب الان شو بدي اعمل؟ بدي ادخل على هاي الالجوريثم ايجاد الكلوجر للاي جي طيب اول خطوه بالالجوريثم شو هي هي اول خطوه شو بتقول لك؟ افترض الكلوجر هو نفس الاتريبيوت شو يعني؟ كانه بنقول لك الاي جي تعتمد على نفسها وهي قلناها قبل شوي اي اتريبيوت بيعتمد على نفسه اكيد فبالتالي الاي جي افتراضي الاكس كلوجر او الكلوجر الاي جي هو الاي جي اذا هاي الانشلايزيشن هاي البدايه قلت انه الاتريبيوت يعتمد على نفسه ممتاز هاي بالخطوه الاولى اذا طلع عندنا الاكسكلوجر هو ال اي بمعنى اخر الاتربيت التي تعتمد على AG هي ايجي ممتاز شو بعدين الخطوه التاليه بالالجوريثم شو بتقول لك ادخل في لوب هاي الخطوه التاليه في في ادخل في لوب دخلنا في لوب هذا اللوب على مين راح ادخل هذا اللوب راح ادخل على مجموعه الفانكشن ديبندنسز المعطى بالسؤال اذا راح ادخل على مجموعه الفانكشن ديبندنسز المعطى المعطيه في السؤال اوكي راح الف عليهم بالترتيب راح الف عليهم ايش بالترتيب راح الف عليهم بالترتيب اذا راح ادخل في لوب ريبيت هذا الريبيت وين راح اروح على الفانكشن ديبندنسز المعطى عندي بالسؤال وضحت الفكره طيب شو راح اعمل داخل هاي اللفه او داخل هذا الدوران راح اسال السؤال التالي هاي الفيرست ايتريشن تبعتي هاي الفيرست ايتريشن الموجوده معي هون فيرست ايتريشن راح الف على مين هذول الزرق هم الفانكشن ديبندنسيز المعطيات بالسؤال راح الف عليهم بالترتيب واسال السؤال التالي هل شمال الديبندنسي موجود في الاكسكلوجر المفترضه شو الاكسكلوجر المفترضه عندي انا هايها شو افترضناها بالدخل... وقت ما دخلنا على هذا الايتريشن الاكس كانت عندي اي جي هيك افترضناها بالخطوه الاولى صح؟ جي جي فبسال هل شمال الديبندنسي موجوده في الاكس كلوجر المفترض؟ الاجابه نعم شو بعمل؟ شو الاكشن اللي بعمل؟ بعدل الاكس بحيث يصبح شكله الاتي بعدله باضافه يمين الديبندنسي بضيف يمين الديبندنسي اذا الشمال الديبندنسي موجود بالاكس المفترضه بضيف بعمل اكشن شو هو الاكشن بضيف يمين الديبندنسي فراح اضيف يمين الديبندنسي اللي هو البي بحكي له اي بي ضفته هيني جي فاصبح عندي الكلوجر اختلف اصبح عندي الكلوجر الجديد شو هو اي بي جي اوكي هذا خلص التغى اوكي طيب الان بروح على الديبندنس الثاني، هذا المعطى بالسؤال، هي الديبندنس الثاني معطى بالسؤال. وشو بحكي له؟ سي جي تنتمي لاتش اي. سي جي تنتمي او عفوا امبلايز اتش اي. فبحكي هل الشمال موجوده، هل الشمال موجوده في الاكسكلوجر المفترضه؟ الاجابه لا. هي السي جي مش موجوده هون. كزوج احنا بنحكي، سي وجي كزوج، هي الحالة موجوده. لكن السي والجي كزوج موجوده في في الاكسكلوجر المفترضه الاجابه لا انتبه ركز معي معناته شو بعمل بعملش ولا اكشن خلص خلص دوره هون ما بعمل اكشن بنتقل لوين لا الثيرد ديبندنسي الديبندنسي رقم الثالث وبسال السؤال التالي هل الشمال موجوده في الاكسكلوجر المفترضه الاجابه نعم ب موجوده شو بعمل بضيف يمين الديبندنسي، شو يمين الديبندنسي؟ اتش. فإذا رح يتغير ال ال -X المفترض هذا موجود، شو رح يصير؟ هي الاكسكلوجر الجديد. هي شو رح تصير قيمته بإضافة الاتش؟ A B G H، فلاحظ أنا قاعد بعمل أبديت على الاكسكلوجر. كل حركتي على على الديبندنسز بعدل مين؟ بعدل الكلوجر. ممتاز الآن وين وصلت؟ لآخر ديبندنسي آخر ديبندنسي شو هو؟ A implies C A implies C، طيب شو بده A implies C هون؟ بحكي لي هل الشمال موجودة في هذا الديبندنسي هل موجود الشمال في الاكسكلوجر المفترض؟ الإجابة نعم موجودة، هي A موجودة، فشو بعمل؟ بضيف اليمين، مين هي؟ C رح تتغير الآن الاكسكلوجر المفترضه وتصبح عندي بالشكل التالي تعدلت بإضافة مين؟ بإضافة الاكسكلوجر بإضافة الـ يمين الديبندنس الاخير اللي هي السي فصارت عندي A B C G H ممتاز؟ طيب هيك بكون خلصنا الديبندنسز المعطى بالسؤال، طيب شو بعمل؟ بس لاحظ دخلنا باكسكلوجر كانت A G هيها وطلعنا من اللفه الاولى باكسكلوجر جديد هو A B G, C G H H جي أتش اوكي طيب الالجوريثم شو بتقول لي؟ اذا خلصت اللفه الاولى ولفيت على كل الديبندنسز المعطى بالسؤال اوكي بتسال حالك هل الاكسكلوجر الجديده تساوي الاكسكلوجر القديمه؟ اذا كانت الاجابه نعم بنوقف وبنطلع من الالجوريثم إذا كانت الإجابة لا شو بدنا نعمل؟ بدنا نعمل دوران ثاني على مين؟ على الديبندنسز الجديدة راح أعمل دوران جديد على مين؟ على الديبندنسز الجديدة أوكي؟ راح أعمل دوران جديد على الديبندنسز الجديدة أوكي؟ فأنا بسأل حالي هل الكلوجر الجديدة تساوي الكلوجر القديمة؟ خلينا نشوف هيا هل الكلوجر الجديدة تساوي الكلوجر القديمة؟ الإجابة لا. شو معناته هذا الحكي؟ معناته الشرط عندي هون فولس راح ألف مرة ثانية وأدخل داخل اللوب. شو يعني؟ راح أعمل سكند إيتيريشن بلفتي على مين؟ على الديبندنسز المعطى بالسؤال. راح ألف لفة ثانية وأسأل نفس السؤال. طبعا انا بايش دخلت اكس كلوجر اللي دخلت فيها على هذا الاتريشن هي كالاتي A B C G H هذا انا دخلت فيه طيب بدي الف مره فا... را... را جديده على dependencies هل الشمال موجوده بالديبندنسي المفترض موجوده بالكلوجر المفترض الاجابه نعم موجوده هي اللي. طيب شو بدي اضيف؟ بدي اضيف اليمين. طيب اليمين موجوده كمان فما بعمل اكشن. التكرار ممنوع احنا بنعرف. بالتالي البي موجوده بالاصل فما بضيفها. اذا اصبح الاكسكلوجر ما عليه تغيير لحد الان. بروح على الديبندنسي رقم اثنين وبسال هل الشمال موجوده في الديبندنسي؟ او الاكسكلوجر المفترض؟ إجابة نعم هيا. سي والجي مع بعض. طيب شو بعمل؟ بعمل اكشن شو الاكشن اضافه يمين الدبندنسي شو يمين الدبندنسي الاتش والاي مع بعض الاتش والاي مع بعض طب شو الاتش هون الاتش موجوده شو بضيف بضيف الاي فاصبح عندي الدبندنسي القديمه هاي راحت صارت عندي واحده جديده شو هي A, بي سي جي اتش اي هاي الكلوجر الجديد طيب بكمل الان بروح على الديبندنسي رقم ثلاث. هل الشمال موجوده بالكلوجر بالدبن... بالإك... بالإك... المفترض؟ الاجابه نعم. بضيف اليمين. طيب اليمين موجود؟ ما بعمل اي اكشن. هي ما تكرار ممنوع عندي هون. صح؟ التكرار ممنوع. فاذا الإك... بضيف زي ما هو هي ما غير علينا شيء. طيب بروح على الديبندنسي الاخير. A بلاي سي بشوف الشمال. هل الشمال هل الشمال موجوده في الديبندنسي؟ الاجابه نعم موجوده هيا شو معناته؟ ضيف اليمين شو بدي اضيف؟ بدي أضيف السي، طب السي موجوده ما ما اي اكشن، فبتصير عندنا الاكسكلوجر ما تعدلت لحد الان. طيب هيك خلصنا من الديبندنسز، برد اسال حالي حسب الالغوريثم موجوده عندي هون. هل الكلوجر اللي دخلت فيه الدوران هو نفسه اللي طلعت منه من الدوران؟ خلينا نشوف. ايوه هاي اللي الكلوجر القديمه تساوي الكلوجر الجديده اللي طلعت منها إجابة لا معناته هذا الشرط ماله فولس يعني بمعنى اخر بدي ادخل دوران ثالث هاي الثيرد اتريشن راح اعمل ثيرد هذا الثيرد من بنفس الطريقه بدي الف على كل الديبندنسز واسال السؤال التالي انا انا اصبح عندي التيبل, التيبل الاخير راح ادخل فيه بالتيبل الثالث اوكي واسال هل الاي موجوده فيه نعم ضيف البي طب البي موجوده فيش اي اكشن اكس كلوجر ما تغير عندي انا بحكي عن ثيرد اتريشن الان هل السي والجي موجوده الاجابه نعم طب ضيف الاتش والآي. الاتش اي موجوده ما بعمل اي شيء لاحظ الاكس كلوجر ما تغير عندي البي امبلايز الاتش البي موجوده نعم ضيف الاتش الاتش موجوده ما بعمل اي اكشن اي امبلايز سي الاي موجوده نعم ضيف السي اوكي السي موجوده ما بعمل اي اكشن اوكي وبالتالي انا الاكس كلوزر بالثيرد دخلت فيها وطلعت منها ومالها وما تعدلت معناته برجع للالجوريثم اللي بتحكي لي هل الاكس القديمه تساوي الاكس كلوزر الحديثه؟ الاجابه نعم معناته الشرط تحقق عندي هون صح بما انه تحقق شو بعمل؟ بما انه تحقق بعمل فولس وبطلع برا إيش بطلع برا الالجوريثم بكون هيك النتيجه النهائيه بعد الثيرد ايتريشن ان الاي جي كلوجر شو تساوي الاي بي سي جي اتش الاي بي سي جي اتش اي وضحت الفكره طيب هذا شو استفدت منه استفدت منه انه اوجدت انه كل الاي جي مالها انه كل الـ, الـ كل التيبل تعتمد على الاي كل اتريبيوت التيبل تعتمد على الاي جي لقيتها تعتمد على الاي ماشي طيب شو ما شو معنى هذا الحكي معناته انه الاي هي كانديديت كي بما انه كل اتريبيوت تعتمد على الزوج اي معناته الاي جي هي كانديديت كي ممتاز تاكدت معناته انه اختياري هو صحيح بس الان ظلت عندنا مشكله يعني لو كان المراد عمليه التشيك له كان فقط اتريبيوت واحد على طول بقول لك هذا هو البرايمري كي وتوكل على بس المشكله هون هو عباره عن زوج فانا بخاف يطلع سوبر كي شو اللي بقصد فيه يعني بخاف يطلع انه انه هذول بيعتمدوا على الاي والجي هي زياده او هذول بيعتمدوا على الجي والاي هي الزياده لانه هي عباره عن زوج اوكي فبخاف انه يطلع سوبر كي مش برايمري كي صح مش برايمري كي طب انا شو اللي بدي اعمل هون شو بدي اعمل هون بدي اعمل تشيك اطلع الاي كلوجر لحال واطلع الجي كلوجر لحال واشوف واختبر هل بالفعل الاتربيوت تعتمد على الاي لحال هل هي تعتمد على الجي لحال إذا لقيت أنها تعتمد على A لحال معناته أن A الـA-G هي سوبر كي والـ A هي لحالها برايمري كي والعكس كمان صحيح إذا اعتبرت أنه الاتربيوت لا تعتمد على الـ A ولا تعتمد على الـ G معناته الـ A والـ G ما لهم كزوج هي البرايمري كي وليست سوبر كي بالفعل هذا اللي عملوه هون شو عمل هون؟ أوجد الـ A closure هاي واوجد الجي كلوجر فقال لك الاي كلوجر طلع اي بي سي اتش وهي وليست كل الاتربيوت معناته هاي الاتربيوت كلها يعني معناته الاي او انها الاتربيوت التيبل لا تعتمد على الاي كلها معناته اي هي ليست كانديديت كي لحالها وهون نفس الفكره جي كلوجر اوجد لي شو الجي قال لي هون كمان انه الجي أه او كل اتريبيوت التيبل لا تعتمد على الجي لحالها صح فاذا ال 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 الجي هي ليست برايمري كي الجي ليست برايمري كي اوكي يعني لحالها فهون نستنتج 100% انه الاي جي مع بعض هي لو كانديديت كي وهي برايمري كي ليست سوبر كي الاي جي مع بعض هي كانديديت كي ليست سوبر كي وضحت الفكره هون مثلا لو لقيت الاي كلوجر إيه الها هي كل الاتريبيوت والجي مش كل الاتريبيوت بحكي انه الاي لحالها هي برايمري كي والاي جي هي سوبر كي وضحت الفكره اللي احنا شغالين عليها فهيك انا قدرت استفيد من الفانكشن ديبندنسز لا اتاكد من البرايمري كي او اوجد البرايمري كي بشكل ادق لاي تيبل باستخدام الكلوجر للاتريبيوت بشوف الكلوجر اتريبيوتس معينه أه وبطلع مين هو البرايمري كي بطلع مين هو البرايمري كي فيا ريت الكل يرجع يعمل ايش أه يعمل خلينا نحكي براكتس على هاي الالجوريثم هاي الاي كلوجر مطلعه والجي كلوجر مطلعة عندك اعمل براكتس عليها لتقدر انك انت أه تست... يعني تتعود على الالجوريثم لانه هاي بحاجه لها لو نوجد البرايمري كي وضحت الفكره؟ طيب هيك بكون احنا الان جاهزين لندخل على النورماليزيشن خلصنا كل شيء كل المصطلحات والمفاهيم اللي بتساعدنا في ايجاد البرايمري كي او لايجاد النورمال فورم. فيرست نورمال فورم، سكند نورمال فورم، ثيرد نورمال فورم والبي سي طبعا بعض الملاحظات البسيطه انه لتدخل لـ للدرجه اللاحقه لازم تكون محقق الدرجه السابقه شو يعني لتعمل تشيك على الثيرد نورمال فورم لازم تكون محقق السكند نورمال فورم محقق الفيرست نورمال فورم الملاحظه الثانيه لكل نورمال فورم او كل درجه نورماليزيشن في هناك شروط اوكي لازم هاي الشروط تحققها هذا الديزاين حتى ياخذ امتياز النورماليزيشن الملاحظه الثالثه عن النورماليزيشن كل ما مشينا بالنورماليزيشن احنا قاعدين بنعمل ديفيجن بنقسم بنبسط صح بنبسط لاحظ بالفيرست نورمال فورم آه قاعدين بنعمل نورماليز بنصحح هذا الديزاين حتى يصل ل للشيء الصح سكند نورمال فورم نفس الفكره فلاحظ اثناء التصحيح ممكن انه يقسم لي لاكثر من قسم اوكي فممكن نصل بالاخير بالبي سي ان اف الى ايش؟ نصل لا ديزاين فيو تيبلز كثير وضحت الفكره فلاحظ انا ما بصل البي سي ان اف الا اذا كان محقق الثيرد نورمال فورم السكند نورمال فورم الفيرست نورمال طيب قواعد هاي الخمسه ما راح احكي عنها اليوم او الاربعه ان شاء الله المحاضره الجاي بنبلش نحكي عن المعايير الاربعه كامله اوكي ففي اي سؤال في اي استفسار قبل ما ننهي راح اوقف هون عند سلايد رقم 30 المحاضره الجاي ان شاء الله بنكمل في اي سؤال في اي استفسار تفضل طيب اذا ما في اي سؤال راح نوقف هون ان شاء الله بنكمل معكم المحاضره الجاي على اخر جزء شو هي النورماليزيشن الاربعه يعطيكم العافيه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته